אקספרס FM, את זית וקימה. קצר קט ניוז, מחלות פיבון פרה. اسلم يا نصير اسلم يا سي مرحبا بك لاباس مرحبا بك سي مصطفى مرحبا يا صباح الخير شوف انا باش نحكي مع سي مصطفى انت يحكي مع سي كمال سي النابلي نحكي مع احنا زوز دوم تفهمين تفهمين ها سيدي في جريده الشروق اليوم الباجي قاعد عمل لك ترويكه هنا قلنا سي مصطفى كمان من نجم يشد ثلاثه رئيس الجمهوريه رئيس البرلمان ورئيس الحكومه ولا عمل جمعه بجمعه في الصباح في المجلس العشيه شفت لي الرمزرة ومن بعد مشي للعشاء شكون حسب هيك في الرئاسه سي مصطفى سي كمال سي النابلي بلوتو سي مصطفى خوه البجي قايد السبسي في جريده الشروق اليوم بدا المستقبل شوف معناها السماحه والكلام تاع سي البجي البارح وقت اجتمع بالشعب الجمهور نتاعو سي مصطفى قال لهم اليوم تبدا معناها المستقبل يبدا معناها راهو مش يقصدوا المستقبل مرسى ولا مستقبل جابس لا 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 المستقبل يبدا مازال معناها مستقبل امامنا واكيد معناها مازال مزغير ومازال معناها فيه عنف وين شبابه المستقبل مازال قدامنا وكذا وحكي 87 سنه سنه معناها عمره 86 شنو هو في تاريخ الشعوب شنو هم معناها المستقبل يبدا اليوم به انا نحب ديما الانسان اللي عنده العزيمه وقصد ربي بالنسبة لجريدة الصباح الأسبوعي الصادق شورو بسبب أخطائها النهضة حصدت ما زرعت أنا يعجبوني اللوز يعجبوني سي مصطفى اللوز وشورو بتاع النهضة كانك باللوز قال على بلاطة قال لا 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 قال بس فاقسيو يا غالية كل 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 مع المرزوقي آه ملا ملا كيفاش تقليه فهمت كل طابتو حكاية هذه خلصة نحيوها قال لهم في الفيديو غير انا نتوقع ان مشهد سياسي انادي باش يولي في المرحله القادمه باش نشوفوا في برشا احزاب على مستوى مع بعضهم وعلى مستوى اخر مع بعضهم وضد بعضهم اوكي وكانك من صدق شورو قال لهم النهضوين في وجوههم قال لهم النهضه حصدت ما زرعت زاد بس فقسي يا غالي النهضه حصدت ما زرعت راني نقول لك حاجه دبر راسك تعال فقسي الكل بالمناسبه الحكايه دي وكانك من نقص التعليق كان زيتون خاطر كان يكلم بالزيتون واللوز وشورو تولي قاعده مش عاديه عالميه وبطبيعة الحال انا قلت لها النهضه ماك العام رد بالك على روحك ونبهت قداش شوف ايش قلت لها انا واس لا تلعب بالنار تحرق صبيعك اللي بيشتريك يرجع نار يا اخوي اللي يلعب بالنار ريح صبيعه انا ما قلتش الغنايه قلت الطريق الجديد عجبني منين تقول لك خذ تعطيك بعد ربع ساعه اشترى جملة مشي في أنا كنت سمعت كلام خوذ هذه خذيت من تونس كل نهار طول خوذ 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 واللي العباد مش عارفين شنو حكايه خوذ معناها خوذ خوذ المشعل تكلم وين خوذ المشعل سايبه هي معناها شكون ايش بيكلمها وحدك هذه التكنسيان هذه غول مسيبه ربي يفضلها لا بهنم هاي جات كنت تجي تكلم هاي كجات هاي كجات هاي جات هاي جات وربي جاب في بلاش يقولوا العزر يقوى من سيده هذاك العزري هذه العزريه زعما لا 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 تعمليش مشكله يودي مع التكنيسيان تنقص انا جريده الطريق الجديد توتر بين الاساتذه والوزاره والتصعيد خلال الثلاثي الثاني ما تسمع كان التصعيد هم التلامذة يقراو نهارين في الجامعه سي مصطفى انا ماذا بيا يعملوا لهم معناها بروجرام ويعملوا لهم بلون دو ترافاي ولا يقريو عليه لومبلو دو تون يوليو يقريو خميس وجمعه مثلا ولا اربعه وثلاثه نهايرين وظاهرينهم جريفيت 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 وديما التصعيد التصعيد خليو ست اشهر في العام هاو مكتب هاو ما يقراوش هاو ثلاثة شهور نتاع الصيف هاو نتاع الشتاء علاش عمرهم ما قرفوا في سلاعهم هذا سؤال خطير بالحق هاي سلاعتهم سيدي يخدموا معناها ما يقرفوش في سلاعه زي وصفه وديما في جرافات ما زدتوناش نقرفوا واحد مره استاذ ما قالوش تلميذ صباح الخير كلموا النقابه قال ما صبحوا ما يقرفوش ما قراوش صباح الخير صباح الخير كل يقرف عليهم في الصباح بعد الحليب الزياده في اسعار المواد الاساسيه بالحكومه في الحكومه القادمه معناها بالمقال هذا اللي فهمته الحكومه زيد زغرت ميسالش اللي عملته الحكومه المروحه هذا الدقداق ومازال فلق وبعد الحليب اللي زادوا فيه قال لك وكزادوه عاوك تو معناها باش يزيدوا الحليب ومشتقاته بالطبيعه باش تولي القوطه والزبده والبن والرايب والقهوه تو فلاك ساعه ساعه سي مصطفى تمشي تشرب قهوه يقول لك 7000 معناها انا مره قلت له فيها لحمه علاش 7000 قال لي باش قال لي هذاك معناته باش يزيدونا معناها لا يزي الحليب معناها زادوا فيه ومشتقاته لا يزي قال لك يبشروا فينا معناها بالحكومه اللي جايه وقيله معناها باش تفرح بينا بالكذا بالكذا فهمت مش نقولوا ان شاء الله والله لا يرحمك يا راجل امي الاخر كنت تتيني هاك وتشويني وما تقول لي ما تبكيش قد يخلصوا قهوه في العام سي مصطفى برشا برشا قد يخلصوا قد يخلصوا مش برشا شوف اللي عنده قهوه سي مصطفى وين كاتسوكا نيوز نجمو نتبدلو اكسبريس اف ام تزيد في القيمه